كان في استقبال من قبل الصحافة. كان في استقبال كبير من قبل الناس والصحافة والإذاعات التلفزيونية والمساجد، بعض المساجد وبعض ممثلي الجمعيات الخيرية، و بعض مجموعة من الأقارب والأهل والأحباب والأصحاب والإخوة. يعني كان كيف استقبال شعورك طيب، وانت راجع الى اطفالك واهلك؟ طبعا شعور طيب ولكن ممزوج بالحزن لما حصل في من قتلى ومن تعذيب ومن جرحى للإخوة في الأتراك وغيرهم الذين ذهبوا معنا في القافلة. هل عندك نية ان شاء الله ترجع في قافلة ثانية؟ بإذن الله سنرجع في القافلة القادمة، ومصرين على أن نكسر هذا الحصار الظالم وأن نعطي اليهود درس. إن شاء الله الصهاينة، هؤلاء الصهاينة لن ينسوا بإذن الله عز وجل. شكرا لكم.